بسم الله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يقول ربي ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. قرية المنافقين في تونس ما يحبوش الكلمة دي، هي من القرآن العبارة دي، قل موتوا بغيظكم مش موتوا بك الحقد اللي يرحي فيكم من الداخل. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قلنا قبل إن تمسسكم حسنة أو الشر، إن تمسسكم حسنة تسؤهم يتبدل وجوههم ويروا كيفاش احنا هذا احنا ابناء الله واحباه واحنا شعب الله المختار، كيفاش انتم تجيكم الحسنات؟ حسنات الكل اللي نحن تشوفوا يسرقوا في كل مكان، والكلب تروم عنده هو وين يحط ساقه ولا ساق يحط سيقان كلابه الشرسين. قال جنود امريكان وخاصة مارين وين يحط وحدهم النجسة إلا وتلقى الظلم بكل ألوانه. وذكر ماذا وقع في العراق لأنهم ما هضموش يعني صدام ولو عنده أخطاء، كل بشر عنده خطأ وهو خطأ، لكن على كل حال الشيء اللي يتميز به هو الرجعة لله. وطلب حتى من آية الله الخميني يعني يوقف الحرب، خاطر لا يجوز أن تبقى دون ما بين 7 و8 سنين لا يليق بالمسلمين. قال وين وقف الحرب ونحط اليد في اليد. رفض الخميني هنا سقط، هنا إيران مش على حق، لأن فما نوع من الغل ما حبش ينساه الخميني وأتباعه. الإنسان يقول إذا كتاب شو اللي مازلت عندك غل في قلبك؟ اليوم أنا هذا يعني أنت بتحب تواصل في قسمة تقسيم المسلمين وتقسيم ظهرهم وتذهب قوتهم هباء منثورا لا إله إلا الله.